بكم في نشرة أخبار السادسة مساء من قناة نادي الأهلي. وإلى العنوان: محمود طاهر يشكر اللاعبين والجهاز الفني بعد تحقيق الثنائية. البدري: التتويج بكأس مصر خير ختام لموسم طويل وشاق. وكوبر يختار 9 لاعبين من الأهلي لمعسكر المنتخب استعدادا لأوغندا. اهلا بكم مجددا والى التفاصيل. يعقد المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ندوة في الساعة 7:30 من مساء غد الخميس بفرع النادي بالشيخ زايد. ويتحدث طاهر خلال الندوة عن لائحة النظام الأساسي الجديدة للأهلي والفرق بينها وبين اللائحة الاسترشادية والتي وضعتها اللجنة الأولمبية المصرية، وأهمية حضور أعضاء الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة. كما يعقد طاهر ندوة أخرى في مقر النادي بالجزيرة في 7:30 من مساء بعد غد الجمعة، ويعقبها ندوة ثالثة يوم السبت في نفس التوقيت مع أعضاء الجمعية العمومية للأهلي في مدينة نصر. يذكر أن الأهلي يعقد الجمعية الخاصة للتصويت على اللائحة يومي 25 و26 من أغسطس الجاري في مقري النادي بالجزيرة ومدينة نصر. وجه المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي رسالة شكر للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة حسام البدري بعد الفوز بلقب كأس مصر على حساب فريق المصري اليوم والنجاح في جمع الثنائية المحلية هذا الموسم. وقال طاهر عقب الفوز على فوز الأهلي على المصري بهدفين مقابل هدف إنه يشكر الجماهير على وقوفها خلف الفريق في كل وقت وتحت أي ظرف، مشيرا إلى أن نجاح اللاعبين في تسجيل الأهداف في الأوقات الحاسمة يأتي من المساندة القوية والدعم اللامحدود من الجماهير للاعبين. وأضاف رئيس الأهلي أن روح الفانيلا الحمراء تظهر في الأوقات الحاسمة، والأهلي معروف عنه دائما اللعب حتى آخر دقيقة، مشيرا إلى أن الجماهير اعتادت رؤية الفريق يسجل في الدقائق الأخيرة، خصوصا وأن الأهلي دائما يفوز بمن حضر. قال محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي إن حسام البدري المدير الفني للفريق تم تجديد عقده منذ شهرين، مؤكدا أنه يستحق الثقة الكبيرة والتي منحها له مجلس الإدارة، خصوصا وأنه قدم كل شيء مع النادي هذا الموسم وقاد الفريق للفوز بالدوري والكأس ويسير بشكل جيد في البطولة الأفريقية. وأوضح طاهر أن لديه الأهلي قواعد وأسس استراتيجيات أيضا ثابتة لا تتغير مهما كان الأشخاص الموجودون بالنادي، مؤكدا أن الاستقرار الإداري والفني انعكس على أداء اللاعبين هذا الموسم. أعرب كامل زاهر أمين صندوق الأهلي لنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بلقب بطولة كأس مصر. وقال زاهر أن الأهلي كانوا رجالا على قدر المسؤولية وبذلوا مجهودا كبيرا طيلة الموسم وأدوا بشكل أروع ما يكون، مشيرا إلى أن نجاح الفريق في الخروج من الدوري والكأس دون هزيمة وبأكبر عدد من النقاط في الدوري أمر يحسب للفريق. وأتمنى زاهر أن يواصل الفريق نجاحاته في البطولة الأفريقية ويعبر الترجي الرياضي التونسي في مباراة دور الثمانية لمواصلة المشوار نحو اللقب والذي يسعى للتتويج به الأهلي هذا العام.
وجه عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي التهنئة إلى اللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب التتويج بلقب كأس مصر للمرة 36 في تاريخ النادي. وأكد وحيد أن الأهلي قدم موسما استثنائيا نجح خلاله في الفوز بالدوري دون هزيمة وبفارق كبير من النقاط عن أقرب المنافسين، ثم توج مجهوده بالفوز ببطولة كأس مصر ليجمع بين ثنائية للمرة الأولى من عام 2007. وتابع وحيد أن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يتوانى عن دعم فريق الكرة وجميع الفرق الرياضية بالنادي من أجل الاستمرار على طريق البطولات، مؤكدا أن القادم أصعب وأن الاستمرار على القمة يحتاج إلى تعاون جميع الإدارات العاملة بالنادي من أجل الاستمرار على طريق الإنجازات والبطولات. قال مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي أن روح الأهلي هي السر وراء تتويج فريق الكرة بلقب كأس مصر. وأشاد مجدي بإصرار اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق الفوز والتتويج بلقب الكأس، والدليل على ذلك هو الاستمرار في مهاجمة المصري حتى بعد إدراك هدف التعادل، مشيرا إلى أن الأهلي اعتاد ألا يرضى سوى بالفوز. وكشف مجدي أن سبب عدم حضوره لمباراة الأهلي والمصري يرجع إلى ارتباطه بالامتحانات الخاصة برسالة الماجستير الخاصة به في إدارة الأعمال. قال حسام البدري المدير الفني لفريق النادي الأهلي أن التتويج بكأس مصر خير ختام لموسم طويل وشاق على الأهلي لاعبيه ولاعبيه، مؤكدا أن فريق المصري كان ندا قويا ويستحق الإشادة. وتابع: لم نكن موفقين في استغلال الفرص والتي لاحت لنا أمام مرمى المصري، موضحا أن إصرار وعزيمة النادي كانت وراء الأهلي للفوز بالبطولة والتي ظلت الجماهير متعطشة للحصول عليها منذ 10 سنوات. وأهدى البدري لقب كأس مصر إلى جماهير الأهلي، مؤكدا أن الجماهير كانت دائما خلف الفريق وتسانده طيلة الموسم. السيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته بالفوز بلقب كأس مصر للمرة 36 في تاريخ النادي، مؤكدا أن الأهلي استحق اللقب بعد الأداء المشرف والكفاح حتى الثانية الأخيرة. وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي أن تتويج الأهلي بكأس مصر يعد خير إنجاز لموسم شاق أداه بقوة وبإصرار على الفوز، مضيفا أنه فخورا بهذا الجيل وبإصراره والذي تجلى هذا الموسم. أكد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الهدف الذي سجله في نهائي كأس مصر أمام المصري ذكره بهدفه في شباك طلائع الجيش والذي ساهم في خوض الفريق مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري موسم 2008-2009.
وأشار لاعب الأهلي إلى أن الفريق سيبدأ بعد الراحة في التفكير في بطولة أفريقيا والتي يسعى للفوز بها، مضيفا أن اللاعبين والجهاز الفني يركزون جيدا قبل مواجهة الترجي التونسي بدور الثمانية. حرصت جماهير النادي الأهلي على الاحتفال ببطولة كأس مصر أمام مقر النادي بالجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر بعد الفوز على المصري أمس في نهائي كأس مصر. وقامت الجماهير بالتوافد على مقر نادي الجزيرة والاحتفال باللقب أمام أسوار النادي والهتاف للاعبين والجهاز الفني حتى الساعات الأولى من صباح اليوم. في مصر زي ده أكيد لا ننسى أن المجد للتيم صبري. وإلى خبر آخر، قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سيطلب من إدارة النادي حضور الجمهور في ملعب التتش من أجل الاحتفال مع اللاعبين والجهاز الفني بتتويج بلقبي الدوري والكأس. وأضاف البدري أن الاحتفال مع الجمهور سيكون خلال أول ميران للفريق عقب انتهاء الإجازة والتي قرر منحها للفريق حتى يوم 23 أغسطس الجاي. أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه حزين لرحيل حسام غالي إلى النصر السعودي لأنه كان لاعبا مهما بالفريق. وكشف البدري أيضا أنه طالب إدارة النادي بضرورة توقيع عقد جديد مع حسام غالي لمدة 3 مواسم قبل إتمام خطوة انتقاله إلى النصر السعودي. وقال البدري أنه وافق على رحيل غالي للنصر بعد تمسكه بالانضمام للنصر بقوة ولقوة العرض المالي، ولكنه يرحب بعودته في أي وقت. سافر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم كل من علي معلول وجونيور أجاييه إلى بلادهما اليوم صباح اليوم الأربعاء لقضاء الإجازة والتي منحها الجهاز الفني للفريق. كما سافر التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال إلى بلاده لقضاء الإجازة على أن يعود بعد انتهائها لبدء استعدادات الفريق لدور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي منتصف سبتمبر المقبل. هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا النادي الأهلي بعد تتويجه بلقب كأس مصر يوم أمس أمام فريق المصري بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية والتي جمعتهما على استاد برج العرب. وكتب حساب الفيفا بالعربي تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الأهلي بطل كأس مصر، مارس هوايته وقلب تأخره لفوز 2-1 في آخر 5 دقائق على المصري ليتوج بطلا للمرة 36 ويحقق الثنائية. مبروك للشياطين الحمر.
أيضا قدم نادي سموحة تهنئة للنادي الأهلي بعد فوزه ببطولة كاس مصر ونجاحه في إحراز ثنائية الموسم بالدوري والكاس. وكتب نادي سموحة عبر حساب النادي على إنستغرام: يتقدم نادي سموحة بالتهنئة للنادي الأهلي أبطال كاس مصر للموسم 2016-2017 والثنائية المحلية، مبروك. استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عدد بطولات حسام عاشور مع شياطين الحمر، خاصة بعد إضافة لقب كأس مصر واللي سجله الحافل مع العملاق الأحمر يوم أمس. وحقق صاحب 31 عام خلال مشواره مع المارد الأحمر 32 لقب في 14 موسم لينفرد بالأكثر تتويجاً في تاريخ الأهلي. وجاءت ألقاب عاشور مع الأهلي على النحو التالي: 10 بطولات للدوري العام، و3 ألقاب كأس مصر، و8 ألقاب كأس السوبر المصري، و5 ألقاب دوري أبطال أفريقيا، ولقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، و5 ألقاب سوبر أفريقيا. قصير ونعود من جديد. أخبار اتحاد الكرة، حيث أعلن الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني أسماء اللاعبين المحليين والمختارين لمعسكر المنتخب استعدادا لمباراتي أوغندا المقبلتين في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم في روسيا 2018. وضمت القائمة 9 لاعبين من الأهلي، هم أحمد فتحي، شريف إكرامي، عبد الله السعيد، حسام عاشور، صالح جمعة، سعد سمير، رامي ربيعة، أيمن أشرف، أحمد الشيخ، ومن الزمالك طارق حامد وعلي جبر وأحمد شناوي، ومن الإسماعيلي محمد عواد ومحمد فتحي، ومن سموحة حسام حسن. وأكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب أنه تقرر إقامة معسكر مفتوح أيام 21، 22 و 23 أغسطس الجاري قبل السفر لأوغندا. قرر الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني استدعاء عمرو جمال مهاجم بنفست الجنوب أفريقي، واستبعاد عمرو وردة لاعب فرنسي البرتغالي من قائمة المنتخب والتي تستعد لمواجهة أوغندا في تصفيات مونديال 2018. وقال لهيطة أن المدير الفني هكتور كوبر قد أعلن ضم وردة لمعسكر المنتخب ضمن قائمة المحترفين، ولكن اللاعب لم يشارك مع فريقه الجديد في فترة الإعداد، ما جعل المدرب يقرر استبعاد اللاعب ويضم عمرو جمال بدلا منه. غادرت اليوم بعثة المنتخب الوطني للمحليين في طريقها إلى العاصمة المغربية الرباط استعدادا لمواجهة المنتخب المغربي بعد غياب الجمعة في مباراة الإياب بالتصفيات المؤهلة للبطولة أمم أفريقيا للمحليين، والتي تستضيفها كينيا بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق. ومن المقرر أن يلحق الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الأول بالبعثة غدا الخميس لمتابعة العناصر والتي تمثل منتخب المحليين للاستفادة منها مع المنتخب الوطني في مشواره في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة مد فترة تقديم الأندية للقائمة الأولى للاعبيها حتى يوم الثلاثاء المقبل بدلا من غدا الخميس لمنح الأندية متسعا من الوقت، خاصة وأن الموسم انتهى رسميا أمس الثلاثاء. ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد في الثامن من شهر سبتمبر المقبل بمشاركة 18 نادي، ويحق لكل فريق قيد 30 لاعب منهم ثلاث أجانب فقط. قال محمود الشامي عضو منظمة الكشف عن المنشطات أنه سيتم إجراء كشف المنشطات على جميع مباريات الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم المقبل، وسيتم تحليل هذه المنشطات في معمل مصر. وأضاف الشامي أنه حال ثبوت تعاطي أي لاعب منشطات سيتم إيقافه لمدة تصل لعامين، وسيتم تغليظ هذه العقوبة في حالة تكرار الأمر. وإلى متابعة أخبار الألعاب الأخرى، حيث حصل عمر عسر ودينا مشرف لاعبا الفريق الأول لتنس الطاولة بالنادي الأهلي رجال وسيدات والمنتخب الوطني على المراكز الأولى في بطولة نيجيريا المفتوحة للعب. وفي مرحلة تحت 21 سنة حصل يوسف عبد العزيز لاعب الأهلي على المركز الأول أيضا. جولة في الملاعب العالمية، والبداية من أسبانيا، حيث يشهد ملعب سانتياغو فرنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد مساء اليوم مباراة إياب نهائي كأس السوبر الأسباني بين ريال مدريد وبرشلونة بعد يومين على مباراة الذهاب والتي أقيمت على ملعب كامب نو وانتهت بفوز الفريق الملكي بثلاثية. ويعاني ريال مدريد من غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي تم إيقافه لخمس مباريات على خلفية دفعه لحكم المباراة بعد طرده في مباراة الذهاب، حيث تم رفض رفع الإيقاف عن اللاعب في مباراة اليوم وإكمال عقوبة الخمس مباريات المسلطة عليه. أعلن ستوك سيتي الإنجليزي والذي يلعب له نجم منتخب مصر رمضان صبحي عن ضمه للمهاجم الأسباني خيسيه رودريغيز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة إعارة من النادي الفرنسي. وعانى هيسي والذي لعب في ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان من سوء الحظ والإصابات المتتالية والتي كادت أن تقضي على مستقبله الكروي، حيث انضم في الموسم الماضي إعارة إلى لاس بالماس، ومن المتوقع أن يدخل كيسي في قائمة ستوك سيتي لمواجهة أرسنال الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي. ذكرت شبكة سكاي الإيطالية أن الدولي الفرنسي فلاز موتويدي لاعب باريس سان جيرمان سينضم إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي في صفقة ستكلف فريق السيدة العجوز مبلغ 20 مليون يورو. وسيخضع موتويدي للكشف الطبي مساء اليوم الأربعاء في تورينيو قبل الإعلان رسميا عن ضمه ليوفنتوس، حيث يضطر باريس سان جيرمان لبيع عدد من لاعبيه من أجل عدم مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف بعد ضم نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.
أغلق الفرنسي أرسن فينجر مدرب أرسنال الإنجليزي الباب في وجه الأندية والتي ترغب في ضم نجوم الفريق، وذلك بعد تردد أنباء عن محاولة تشيلسي ومانشستر سيتي التعاقد مع كل من أليكسيس شامبرلان وأليكسيس سانشيز. وقال فينجر في حديث مع الصحفيين أن شامبرلان لن ينضم إلى تشيلسي وأنه لم يرى أن لديه مستقبل كبير مع أرسنال ميديا استعدادا للنادي لتجديد عقد اللاعب والبالغ من العمر 24 عام. وأضاف فينجر أنه يتحمل تماما مسؤولية الخسارة المالية لرحيل أليكسيس سانشيز بنهاية الموسم الجاري، مفيدا أنه سيبقى لاعبا في الفريق بغض النظر عن إمكانية تجديد عقده من عدمه. ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن دييغو كوستا مهاجم تشيلسي الإنجليزي أصبح قريبا من العودة إلى الدوري الإسباني في الموسم الجاري، وذلك بعد تدهور علاقته بإدارة تشيلسي والمدرب الإيطالي أنطونيو كونت. قالت الصحيفة أن ديبورتيفو لاكرونيا قدم عرضا لاستعارة كوستا، وذلك بعد أن أصبح انضمامه إلى أتلتيكو مدريد مجددا في محل شك، خاصة مع عدم إمكانية إبرام فريق العاصمة لأي صفقات جديدة حتى يناير المقبل بسبب العقوبة المسلطة عليه لخرقه قوانين التعاقد مع لاعبين شباب. أعلن فياريال الإسباني عن ضم المهاجم الكولومبي كارلوس باكا من ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع وضع بند يتيح للنادي شراء حق اللاعب بشكل نهائي مقابل 15 مليون يورو. وعاد باكا صاحب 29 عام إلى الدوري الإسباني مجددا بعد اللعب مع إشبيليا في الفترة من 2013 حتى 2015، وحقق معه لقب الدوري الأوروبي في موسمين متتاليين لينتقل بعدها إلى ميلان الإيطالي، ولكن التجربة لم يكتب لها النجاح. وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع الإلكترونية، والبداية من الأخبار. الأهلي يحقق الثنائية للمرة 14 في تاريخه. ومن المساء الأهلي كالعادة صنع لجماهيره السعادة. من الوفد 1,750,000 جنيه مكافأة فوز الأهلي بكأس مصر. ومن المصري اليوم حسام عاشور ينفرد بلقب الأكثر تتويجا في تاريخ الأهلي. ومن الدستور فتحي يعيد إلى الأذهان ثنائية الشيخ أسامة بعد 10 أعوام. من الوطن سبورت ما أشبه الليلة بالبارحة، نهائي 1984-2017 أهداف قاتلة تتوج الأهلي بطلا للكاس وسط حسرة بورسعيدية.
الأهلي يتوج بكأس مصر على الطريقة على طريقة يونايتد 99 من الشروط. ومن البوابة نيوز، جماهير الأهلي تحتفل بالكأس أمام أبواب الجزيرة. وفي الجول، البدر يصنع المجد وينضم لقائمة لا تضم سوى 6 مدربين غيره. من مصراوية، الأهلي يخطف الكأس أمام المصري في سيناريو قاتل بعد غياب 10 مواسم. ومن سكاي نيوز عربية، الأهلي يخطف الفوز من المصري ويتوج بطلا لكأس مصر. أما من فيتو، فالأهلي يدرس تنظيم احتفالية بالكأس. في الجول، الأهلي يفوز على المصري في مباراة ماراثونية ويتوج بطلا للكأس. وفي الأهلي دوت كوم، على خطى علاء ميهوب، أحمد فتحي يقتل أحلام المصري بعد 33 عام. من يلا كورة، حقائق نهائي الكأس، الأهلي يواصل إنجازاته وأرقام تاريخية للبدري وعاشور. ومن يورو سبورت عربية، كلاكات رابع مرة، الأهلي يحول تأخره أمام المصري ويفوز بالكأس. تنتهي نشرة أخبار السادسة من قناة النادي الأهلي. نتابع في التقرير التالي أبرز ردود الأفعال عقب تتويج الأهلي ببطولة كأس مصر وختام مهمة. الحمد لله، يعني كانت بطولة عزيزة وغايبة علينا، قدرنا ان احنا نحصل عليها النهارده زي ما بقول، برضو بمجهود وعرق اللعيبه والجهاز الفني والجهاز الاداري وكل من شارك في النادي الاهلي في هذا الانتصار يحسب له. ما فيش حد بيأثر في النادي الاهلي، روح النادي الاهلي هي اللي بتبقى غالبه على كل حاجه. هو ده دور مجلس اداره، انه يوفر للجهاز الفني ولفرقه الكوره ولاي فريق المناخ المناسب انه يقدر يؤدي ما عليه عشان يحصل على البطوله. انا كنت متفائل وكنت حاسس، حتى لما دخل فينا الجون انا كنت متفائل ان احنا هنرجع وفرقتنا هنرجع. هي دي الثقه اللي بتتولد عند كل جمهور النادي الاهلي، مش انا بس، جمهور النادي الاهلي. وانا كمشجع اهلاوي انا عارف كويس قوي انه فرقتنا بترجع في اي وقت وبتقدر تحقق شبه المستحيل. الرساله للجهاز الفني واللعيبه، انتوا رجاله اديتوا ما عليكم، لكم كل التقدير والاحترام من جمهوركم ومن مجلس ادارتكم. بتمنى ان احنا نواصل المشوار ونتوج السنه دي ببطوله افريقيا باذن الله. فانا اعتقد ان هم ماشيين في السكه دي، وزي ما انت شايف هم تركيزهم هتنتهي الفرحه دي بكره الصبح، وهيبدا الاستعداد لمباراه الترجي ان شاء الله. جمهور الاهلي رساله تقول له ايه؟ محتاجين لك، هو محتاجين لك بشده، وانتم موجودين معانا سواء جوه المدرج او بره المدرج، بنسعى جاهدا وبنحاول بكل ما اوتينا من قوه من اتصالات بجميع المؤسسات المعنيه في الدوله ان احنا نرجع جمهورنا لمدرجاتنا ان شاء الله. اكيد بحمد ربنا الاول على الفوز النهارده،
عودة الكاس بعد 10 سنين طبعا اكيد ليها طعم خاص، وفي نفس الوقت يمكن سيناريو المباراة كمان شفنا سيناريو المباراة برضو من الحاجات اللي هتفضل في الذاكرة. فرقة النادي الاهلي لعبت قدام فريق مميز النهاردة، لكن انا بأكد ان احنا خلال اللقاء النهاردة احنا كنا الافضل، احنا كنا الاخطر، الفرص كثيرة لكن يمكن ما كانش فيه توفيق، ما كانش فيه توفيق في الفرص اللي جت. لكن هو الفرحة النهاردة كمان انك انت بيجي هدف فيك في الوقت الاضافي الاول وتقدر تتماسك وبتقدر ترجع تاني وتكسب، بقول ده فضل من ربنا وتوفيق اكيد من ربنا، والتوفيق تملي يمكن الكباتن الموجودين في الاستاد عارفين التوفيق ما بيجيش من فراغ، وراه عمل كبير جدا مش فرد، ولا حسام لوحده ولا الجهاز لوحده، كلنا كل واحد من الموجود، انت شايف الكم الكبير، كل واحد من الموجود معانا في الجهاز من اصغر واحد لاكبر واحد الكل بيركز، وده اسلوبنا في العمل وده اسلوبنا في العمل، لازم يبقى كله مركز وكله بيتعب وكله بيعمل عمل بشكل كويس. مجلس الاداره اللي ورانا بالهدوء بترك المسؤوليه بشكل كامل، وده اللي انا بفضله في طريقه العمل. بشكر مجلس الاداره، تحيه خاصه لجماهير النادي الاهلي، بقول لهم انا سعيد جدا النهارده بالبطوله دي اللي انا بهديها لجماهير النادي الاهلي اللي كان نفسي تبقى موجوده في المدرجات النهارده. وصدقني يمكن كل فتره تحضير الكاس مصر كنت بفكر في الجماهير، بفكر في الكاس دوت عشان الجماهير. بعد 10 سنين هيفضل برضو باسم الجهاز دوت ان هو بعد 10 سنين بيرجع البطوله ديت بيهديها لجماهير النادي الاهلي. انا كمدير فني اول مره افوز بكاس مصر، يمكن كمدرب عام فزت بيها مرتين قبل كده، اعتقد مرتين قبل كده، لكن اول مره كمدير فني فبتضاف ليا، فبقول الحمد لله وبقول مبروك. زي ما قلت ايه اللعيبه بين الشوط الثالث والرابع كنا مغلوبين 1-0، ايه التعليمات اللي قلتها لهم؟ انا كنت باكد ان احنا هنفوز يعني بالاداء. عندك ثقه كم؟ طبعا بالاداء بالفوز ببعض التعليمات طبعا، لان كان في برضو بعض الحاجات موجوده في الملعب اتكلمنا فيها تعدلت شويه، وبعدين عملنا تغييرات كان فيها توفيق من ربنا، فبحمد ربنا الحمد لله. واصرار اللعيبه، لازم اقول للعيبه بشكر اللعيبه، لان كل اللي حصل ده بمجهود اللعيبه. انت بتقول العمل وبتقول المجهود وكده، لكن كل الترجمه وكل الاخراج الاخير عن طريق الابطال اللي احنا شفناه النهارده، اللعيب المميز اللي احنا شفناه، فعلا لعيبه النادي الاهلي المميزه. بقول لكم مبروك، بقول لكم شكرا، وان شاء الله عندنا فتره ان احنا نفرح اهم بطوله افريقيا. احنا بقول عندنا فتره بسيطه، عندنا فتره نفرح. ابوس بشكر مجموعه العمل، بشكرك، بشكر الدكروري، بشكر كل الناس، كلكم بتعملوا مجهود معانا، الدكروري وكلكم بتعملوا مجهود معانا، بشكر قناه الاهلي، بشكر كل الناس. النادي الاهلي مبروك يا كابتن سيد، فوز كبير وفوز صعب، ورجال النادي الاهلي كانوا في الوقت المطلوب يا كابتن سيد. الحمد لله طبعا، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على المكسب، الحمد لله على الثنائيه، يمكن الحمد لله 400 من بدايه البطوله، بطوله كاس مصر تحديدا يعني، واحنا مصممين على ان احنا نعمل حاجه فيها كويسه. الحمد لله 400، يمكن طبعا ظروف الماتش واحداثه خلت للفرحه فرحه اخرى او فرحه اكبر، لكن الحمد لله طبعا على كل شيء. من حق كل اهلاوي ان هو دايما بقول كده، لازم تفتخر بناديك، لازم تفتخر بلاعيبتك، لازم تفتخر بجهازك، لازم تفتخر بادائهم وشخصياتهم. انا فخور ان انا معايا موجود في جهاز مسؤول عن اللعيبه ديت بشخصياتهم وتفكيرهم. بقول لكل اهلاوي افرح من قلبك بجد يعني، ان شاء الرحمن باذن الله تعالى نقدر ان شاء الرحمن ان احنا نحقق بطولات ثانيه باذن الله تعالى. قلت للعيبه ايه ما بين الشوط الثالث والرابع بعد ما استقبلنا جون في وقت يمكن صعب شويه؟ صدقني والله يمكن كان كلامي معاهم كله يعني نهدى وهنكسب يعني، ما فيش مشكله، ما فيش توتر ابدا. كان فاضل حوالي بتاع 18 دقيقه يعني، 3 دقائق في الشوط الاول، في الشوط الثالث، و15 دقيقه، وده وقت طويل جدا جدا. دايما الاهلي بيعمل حساب، او كل الناس بتعمل حساب للدقيقه 90 للنادي الاهلي، لكن كمان كل الناس لازم تعمل حساب للنادي الاهلي في الدقيقه 120، مفيش مشكله يعني. اخيرا الاهلي جمع ما بين بطولتين دوري وكاس، وده كان هدفنا، وبقالنا كتير ما بنحققش الانجاز ده. بالتاكيد ثنائيه السنه دي يا رب تتحقق دايما، لكن محتاجه شغل. بالثلاثيه بقى ان شاء الله. يا رب باذن الله بالنسبه لافريقيا، يا رب ان شاء الرحمن، لكن محتاجين شغل، هنشتغل اكتر السنه الجايه. الفرق كلها، الفرق المصريه دعمت صفوفها بشكل كويس، في فرق دعمت بشكل كبير، وفي فرق غيرت فرقها اصلا يعني، فبالتالي انت مطالب ان انت تكسب، مطالب ان انت تشتغل كويس قوي، تركز جامد جدا عشان اللي جاي هيبقى اصعب بالتاكيد. الحمد لله طبعا على البطوله، انت عارف ان هي غايبه بقى لها بتاع 9 10 سنين، ف
فالحمد لله النهارده ان انت تبقى متاخر في الشوط الاول اضافي بهدف وان انت ترجع وتكسب المباراه، ده في حد ذاته ده طبيعه لعيبه النادي الاهلي اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش، الروح اللي بتبقى موجوده في اللعيبه. الحمد لله ربنا كرمنا ببطوله غاليه كانت غايبه عننا، كنا محتاجينها ان انت تكلل مجهودك السنه دي بدوري وكاس، فتتحسب للعيبه كلها السنه دي ان شاء الله. يعني نقدر بقى نفكر في نريح فيه فتره بسيطه ان شاء الله، عندنا برضو مباراه سوبر ان شاء الله نقدر نفكر فيها، وبتبقى بدايه مفكر لينا في الموسم الجديد ان شاء الله تبقى كويسه. يمكن الموسم السنه دي كان صعب عليك شويه، اصابات كتير، لكن رجعت في الوقت المطلوب واديت بشكل اكثر من الممتاز. طبعا الحمد لله على كل شيء. وقت الاصابه بتاعتي في فترات كده كنت بعيد شويه، بس الحمد لله الواحد لما بيرجع يعني بيبقى مركز، بيبقى اهم حاجه بشكل كويس ومش مهم، اهم حاجه كنت موجود مش موجود النهارده الحمد لله اللي كان موجود وفتح اللي لعب مكاني هو اللي جاب لنا البطوله، فدي في حد ذاته دي الروح اللي موجوده بيننا وبين اللعيبه كلها، ده اللي احنا عايزينه، ان احنا في الاخر المجمل كله ان يصب في مصلحه النادي الاهلي، وده اللي حصل النهارده. الحمد لله طبعا ده مجهود اللعيبه كلها والجهاز الفني والاداريين، اللعيبه كلها طبعا عملت اللي عليها وربنا كرمنا في الاخر. الحمد لله البطوله كانت غايبه عننا بقى لها فتره كبيره، الحمد لله رجعت لمكانها الطبيعي، وان شاء الله نركز في بطوله افريقيا الفتره الجايه. ونجي فينا في توقيت صعب جدا، اتعاملتوا ازاي مع بعض كلاعيبه وخلاص؟ يعني كان ممكن الكاس يضيع مننا، بس الحمد لله قدرنا ان احنا مفيش، لازم نحاول لحد اخر دقيقه، هو ده النادي الاهلي، لازم نحاول لحد اخر دقيقه، والحمد لله ربنا كرمنا بالفوز. في الجاي بطوله افريقيا بقى ان شاء الله، الماتش اللي جاي ان شاء الله نركز في بطوله افريقيا، وان شاء الله ربنا يكرمنا.